يقول هذا السائل: زوجتي ما صامت رمضان في العام السابق لأنها كانت حامل منذ ذلك الوقت ولا تستطيع القضاء لأنها لا تزال ترضع الولد، ماذا عليها علما بأن الحليب يقل عندما تصوم القضاء؟ ما دامت أنها لا تستطيع القضاء إما لمرضها وإما حاجة الطفل إلى الحليب فإنها تعذر في تأخير القضاء، ويبقى القضاء في ذمتها، إذا استطاعت وزال عذرها تقضي ولا شيء عليها غير ذلك.